اكتر حاجه بتفرحنا في النادي الاهلي هو تماسك النادي الاهلي، وان النادي الاهلي بيتصرف كالابطال دائما، حتى لما يمر بتجديد فريق او ازمه تستمر سنه او اكتر، الاعضاء والجماهير واللعيبه والاداريين كلهم فاهمين ان ده مؤقت، لكن يبقى البطل بطل. الفوز على النادي المصري امبارح ده طبعا احنا كنا كان حصل اهتزاز في المستوى في الماتش قبل الاخير، فطبعا كلنا كنا مترقبين نشوف الاهلي ايه، لكن ما كنتش متصورين بالسرعه دي الاهلي هيستجمع قوته ويحقق الفوز الكويس جدا اللي فرحنا بيه امبارح. واكتر حاجه فرحتنا من النادي الاهلي كان المركز الثالث في بطوله العالم للانديه، لان ده كان اول حاجه عالميه يحققها الاهلي المحلي، احنا متعودين عليه يعني، احنا دايما رقم واحد ودايما فرحانين. كرة كله طبعا، خاصة جيل أبو تريكة، عشان جيل كان كله يعني مميزات كتيرة قوي، حاجات كتيرة جدا، من إدارة لرئيس بيبو جميل، جمهور، إعلام، تلفزيون. اكتر حاجه فرحتني في النادي الاهلي هو النادي الاهلي نفسه برؤسائه لاعبته وجمهوره. النادي الاهلي هو مصدر الفرح لكل اهلاوي وكل مصري، ولو هعد ايه اللي فرحني في النادي الاهلي مش هعرف الاقي ايه، سواء من انتصارات كوره، سواء من انتصارات العاب جماعيه، سواء من انا كعضو فرحان قد ايه بالنادي نفسه، فهتلاقي حاجات تاخد حلقه كامله يعني. لكن انا مبسوط جدا جدا ان النادي الاهلي ابتدى يرجع تاني في الكوره، لان لو الاهلي حقق كل الحاجات اللي انا قلتها من غير الكوره مش هنبقى مبسوطين.